بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحانك ربنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية. على باب الكريم وقفت أدعو وأسأله ملحا في سؤالي، وأرجو الصفح من رب غفور وإصلاحا لحلي وارتحالي، وأشهد أنك المعبود حقا وليس لك شريك في الكمال، شهادة مؤمن قد جاء يدعو ويرجو توبة بعد الضلال. وأن يرضى الكريم ويعفو عني، فمن كل الحوادث لا أبالي. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأكوان، نبينا الهادي بإذنه إلى طرائق الرحمن. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء. أنى تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء وهذه الندوة الثقافية التي تقيمها مديرية أوقاف القاهرة تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذه الندوة التي تقام في رحاب هذا البيت الكريم، في رحاب مسجد سيد الشهداء أبي عبد الله سيدي ومولاي الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آل البيت الكرام. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذه كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثلها بحب آل البيت الكريم. أيها الإخوة الأحباب، ندوتنا اليوم التي يحضرها معنا السادة الأفاضل علماؤنا الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقا، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا، ومعنا قارئا فيها فضيلة القارئ الشيخ حسن شحاتة، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الحسن الصعيدي. ويحضر معنا من قيادات مديرية أوقاف القاهرة فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود حلمي إبراهيم، مدير الإرشاد ونشر الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد قاعود، مدير عام إدارة وسط القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد مكي، وفضيلة الشيخ أيمن منصور إمام المسجد،
مسجد سيدنا الإمام الحسين، ونبدأ ندوتنا بخير الكلم وأطيبه، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله تعالى: وبهديه يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ حسن شحاتة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله يومئذ آمنون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب ربك فترضى صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين استمعنا أيها الإخوة الأحباب إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسن شحاتة. أيها الإخوة الأحباب، ندوتنا في هذه الليلة تدور حول قيمة الوقت، فالوقت هو حياة هذا الإنسان على هذه الأرض، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لذلك عني الإسلام بأهمية الوقت
ولا أدل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى أقسم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، والضحى والليل والفجر، كما يقول سبحانه: سارعوا سابقوا، فإن الوقت عظيم في شريعة الإسلام. وسيد ابن عطاء الله السكندري يقول: الأنفاس جواهر. نتحدث في هذه الندوة مشاهدينا وأحبابنا عن مفهوم الوقت وأهمية الوقت للإنسان وثمرات هذا الوقت، وكيف للإنسان أن يدير وقته في هذه الحياة. ومتحدثنا أولا في هذه الندوة هو فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقا، فليتفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى معالي وزير الأوقاف الذي يتبنى مثل هذه اللقاءات، وكذلك أشكر القائمين على أمر الدعوة على مستوى الوزارة من ناحية، وعلى مستوى مديرية أوقاف القاهرة من ناحية ثانية. وأشكركم أيضاً حين جلستم هذه الجلسة المباركة، وأسأل الله أن يحقق لنا جميعاً وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله أن يحقق لنا هذا في هذا المجلس الطيب المبارك. وأقول في البدء ما قاله أحد العارفين: نزلت ضيفاً على الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، يعفو الملوك عن النازلين بساحتهم، فكيف النزول بساحة الرحمن؟ فاللهم اجعل نزولنا هذا خير نزل، وأجرنا عليه دنيا وآخرة. وأقول في ضوء العنوان الذي هو محل التناول: إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الإنسان يحيا حياة الهمل، أي حياة بلا مواقيت ولا مواعيد ولا ضوابط، لأنه لو قدر ذلك ما استقامت الحياة بين الناس. ولهذا رأينا الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان قدر الزمان من ناحية، وقدر مواقيت في هذا الزمان من ناحية ثانية، ونبهنا إلى حسن استخدام الوقت من ناحية ثالثة، وأخبرنا أننا سنندم على الوقت الذي ضيعناه، ولكن الندم سيكون في وقت لا ينفع فيه الندم. وهذا هو محل كلمتي في هذا اللقاء، ويشاركني أخي وزميلي الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، فأقول وبالله التوفيق. الحق سبحانه وتعالى أخبرنا بقوله:
وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فكأن حركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض حول الشمس إنما هي مقدرة قبل أن يخلق الله الإنسان، ليتمكن الإنسان من خلال هذه الحركة من معرفة السنين والحساب. وجاء الصحابة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، هذه الأهلة ما لنا فيها؟ وبلغتنا البسيطة، ما الفائدة من وجود النجوم والكواكب؟ ما الذي نستفيده منها؟ فنزل القرآن بالإجابة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يسألونك عن الأهلة، أي جمع هلال وهي حركة القمر، قل هي مواقيت للناس والحج. فأخبر الحق سبحانه وتعالى أن حركة القمر حول الأرض إنما ينضبط بها حساب الزمن بالمعنى العام. ثم وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقسم في القرآن، والله إذا أقسم في القرآن القسم يدل على أمرين في وقت واحد. الأمر الأول أنه يقسم بشيء عظيم أو غال أو نفيس، فدل القسم بالمقسم به على علو قيمته. الأمر الثاني أن الكلام الذي سيترتب على القسم له شأنه ويحتاج إلى شد الانتباه. فإذا ما وقفنا على أقسام القرآن الكريم وجدنا أن الحق سبحانه كأنما يذكرنا بالمواقيت حتى لا تتفلت منا، وذلك في قول الحق سبحانه: والفجر وليال عشر. ثم يقول بعدها: والضحى والليل إذا سجى. ثم يقول في قسم آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم يقول في موطن آخر: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فأقسم بحركة المواقيت أثناء النهار، وأشار أيضا إلى المواقيت في آية أخرى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تجد أنه أشار إلى الفجر وإلى الظهر وإلى العصر وإلى المغرب والعشاء معا في مواطن تبلغ حدا في الكسرة. وهذا قد جاء بأسلوب القسم كما قلت ليدل على أن الأوقات التي أقسم الله بها أوقات لها قيمتها ولها قدرها ولها وزنها، لأن الله جل في علاه قد أقسم به. ثم وجدنا الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أن المواقيت محل اعتبار ومحل تقدير عند الله جل في علاه، كما أنها محل تقدير عند أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله شاء أن يجعل التكاليف الشرعية مرتبطة بالمواقيت حتى لا نجور أو نتحرك هنا أو هناك خارج دائرة المواقيت التي حددها الله. شهر رمضان
إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهو وعاء الصيام. ثم بيّن ميقات الصيام: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الحج أشهر معلومات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعندما فرضت جاء جبريل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في الكعبة، وهناك مكان يسمى في الكعبة بمصلى جبريل، صلى به في اليوم الأول الظهر في أول الوقت ثم العصر إلى آخره، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الظهر في آخر وقته والعصر إلى آخره، ثم قال له: يا محمد، الوقت ما بين هذين الوقتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويلحق بهذا الكثير من التكاليف الشرعية. الحج أشهر معلومات، ميقات زمان. واذكروا الله في أيام معدودات، رمي الجمار، في أيام معلومات، العشر الأول من شهر ذي الحجة. هل تعلمون، لأن الوقت قد انتهى، متى سنندم على ضياع الوقت دون أن ننتفع به؟ عندما يأتي ملك الموت إلينا، وهذا ما قرأ وسمعناه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لا بيطلب مال ولا بيطلب ولد ولا بيطلب زوجة ولا بيطلب منصب ولا جاه، وإنما بيطلب شيئا واحدا: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، اديني يا رب فرصة عشان أصلي وأصوم وأستدرك، ولكن هيهات هيهات. ولهذا لا بد أن نتذكر الوقت بلا أو دون أن يتفلت منا، وعلينا أن نشغله دون أن يشغلنا، وعلينا أن نجعل قلبنا ولساننا معلقين بذكر الله ما استطعنا، وبالصلاة على رسول الله قدر طاقتنا، فهو المغنم بالنسبة لكل وقت. وأن نوظف الوقت لعمارة الكون، فلا عمل إلا في وقت، ولا وقت فيه خير إلا إذا كان في عمل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر لعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقا، والذي تحدث عن قيمة الوقت، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. متحدثنا هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا بالأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمس أو غربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت، صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد. أما بعد، فبداية أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته
أن يجمعنا في الدنيا عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين. الشكر موصول لوزارة الأوقاف ولمعالي وزير الأوقاف على هذا الحراك العلمي الذي أقبل عليه الناس في كثير من المساجد. والشكر أيضا موصول لمديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة على جهدها المتميز في نشر الدعوة. أستاذنا الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض هو شيخ شيوخ الدعوة، فما من دارس في تخصص الدعوة في جميع أنحاء الجمهورية إلا تتلمذ له مباشرة أو تتلمذ على تلاميذه أو تتلمذ على كتبه، ونحن إلى الآن ما زلنا نتعلم منه. وفي صباح هذا اليوم تعلمت أنا شخصيا منه أمورا كثيرة في مناقشة رسالة علمية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في وقته وفي ولده وفي علمه وفي كل شيء. أبدأ الحديث عن الوقت. قالوا إن بائعا في السوق كان ينادي على سلعته ويقول: ارحموا من يزول رأس ماله. البائع كان بينادي على بضاعته ويقول: ارحموا من يزول رأس ماله. البائع كان يبيع الثلج، فهو يشتري قوالب الثلج ثم يبيعها إلى الناس، فإذا ما ظل الثلج عنده ولم يشتريه أحد صار هذا الثلج ماء ذاب. ونحن أيضا نقول: ارحموا من يزول رأس ماله. ورأس مالنا الحقيقي هو الوقت، الزمن الذي نعيش فيه. والزمن زمننا طال أو قصر، زمننا طال أو قصر، هو عبارة عن يوم أو بعض يوم. الله يقول: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، فاسأل العادين الذين يعدون الأيام. عمرنا ثلثه ضائع في النوم، الإنسان بينام 8 ساعات في اليوم، فلو أن إنسانا عاش 100 عام منها 33 عاما في نوم عميق، والنوم يحتاجه الجسد. ثلث الحياة نوم، وبقي الثلثان يستغلها الإنسان في عمل أو في طاعة أو في طعام أو في شراب أو في أمور كثيرة جدا متعددة. والعاقل هو الذي ينتفع من زمنه الذي يعيش فيه، فاليوم الذي يمر لا يتكرر،
اليوم الذي يمر لا يتكرر، والأيام تنقضي، ويلحظ البعض أن هناك سرعة في الزمن، في سرعة في الزمن. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، زمان يتقارب. العام يكون كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة النخل. انظر، سعفة النخل الناشفة حينما تأتي إليها النار تنقضي بسرعة. وهكذا هي أيامنا التي نعيش فيها. الناس في الزمن يفكرون، البعض يشغله في زمنه أو في وقته ما يسمى بعلف البطون، كل همه في الطعام أو في الشراب، ماذا يأكل وماذا يشرب وماذا وماذا وماذا، وهي لذة حسية، ويفعلها كثير من الناس. والطعام أمر مطلوب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولكن لا يكن الهم الأكبر للإنسان في مكان عبارة عن شبر في شبر اللي هو المعدة، كل التفكير في المعدة. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبو حازم ذلك الرجل العابد الفقير يقول كلاما جميلا ما أحوجنا إليه، يقول: بيننا وبين الملوك ثلاثة أيام، عشان الناس اللي على الهم بتاع بكرة. يقول: بيننا وبين الملوك ثلاثة أيام، أما أمس فلا يجدون لذته، مهما فعلوا، مهما طعموا من طعام أو شراب أو من متع أو غير ذلك، لا تبقى لذته إلى اليوم، الملذة حسية تنتهي، أما أمس فلا يجدون لذته. ونحن وهم عن غد في وجل، احنا وهم في التفكير من الغد في وجل، في خوف لا ندري. ولم يبق إلا اليوم الذي نعيشه. في أي شيء نستثمره؟ كما استمعنا إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه حينما يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ولم يزدد فيه عملي. يوم يمر وليس هناك زيادة، بل إن هناك اليوم الذي يمر يحمل السيئات الكثيرة المتعددة، نعوذ بالله. استثمار الوقت يكون بالطاعة، بقضاء الحوائج، برعاية المشاعر، بسرور تدخله على الناس، بذكر الله، بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لابد وأن يكون الوقت كله، ولم يكن أحد على وجه الأرض أقرب إلى ربه من مسك الختام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأوا له أدعية الصباح والمساء التي كان يرددها الأميون في القرى قديما، يحفظونها
ويرددونها كل صباح إلى أن خرج من يقول لهم إنها بدعة، فأصبح حتى ختام الصلاة لا يختمه إلا القليل. استغراق للوقت، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. في المساء اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. التحية طوال الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت وأن يرزقنا عملا صالحا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا. أيها الإخوة الأحباب، كان سيدنا معاذ بن جبل يقول: إني لأحتسب نومتي وقومتي، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دنانيركم ودراهمكم. أيها الإخوة الأحباب، وفي ختام هذه الندوة التي نقدمها لكم من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين، نعيش مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمد الحسن الصعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعتي، وارزقنا محبته واستعملنا بسنته. اللهم ارزقنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالله.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من صلى عليه بجاه من بيته في طيبة الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار صلوا عليه. في حضرة سيدنا النبي، صلوا على سيدنا النبي. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الحمد لله الحمد لله منشي الخلق من ثم الصلاة على المختار في القدم سيدي يا رسول الله عطر النبي وآل بيت المصطفى نور نور تهذا في فؤادي قد صفى عطر النبي صلوا عليه عطر
عطر النبي وآل بيت المصطفى نور نور انتهى ورواح قلب العابدين لربهم ذكر الحبيب صلوا عليه ورواح قلب العابدين لربهم ذكر الحبيب ذكر الحبيب محمد تاج الوفا صلوا على صلوا على طه النبي صلوا على طه النبي وسلموا صلوا على طه النبي وقد كفى يا سيدي ما زار اسم مجلساً إلا تعطر بالحبيب إلا تعطر بالحبيب تشرفاً سيدي رسول الله حب الحسين وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء حب الحسين وسيلة السعداء سبط تفرع منه نسل المصطفى وأضاء مصر بنوره الوضاء لعلي وأهله
حسين وحسن. نقول جميعا إن في الجنة نذرا من لبن، حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم يا رب. صل على النبي الهادي نور الهداية منبع الإرشاد، يا رب صل عليه أنت تمد من صلى عليه بأكرم الإمداد، يا رب صل على حبيبك أحمد خير الورى وسيد الأسياد، يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمد الحسن الصعيدي نأتي إلى ختام هذه الندوة الثقافية التي أقيمت في مديرية أوقاف القاهرة في هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آل البيت الكرام. كان معنا قارئا القارئ الشيخ حسن شحاتة، وكان معنا عالمان جليلان فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقا، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا. وحضر هذه الندوة السادة العلماء من مديرية أوقاف القاهرة، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.